بحضراتكم من جديد ولسه مستمرين معاكم في تغطيه ما قبل المباراه. وبسرعه جدا قبل ما اسال ضيوف الكرام في هذه المباراه الهامه جدا لكل جماهير النادي الاهلي نطير بسرعه نشوف كريم احمد عنده اخبار من مقر البعثه في الامارات. كريم احمد اهلا بيك وتفضل. كل التحيه ليك كابتن ميدو، برحب بيك في البدايه وبكل الساده المشاهدين نجوم الاستوديو التحليلي. طبعا اكيد اجواء خاصه هنا في دبي استعدادا لمباراه النادي الاهلي والوصل الاماراتي، مباراه زي ما بنقول وبناكد يا كابتن ميدو مباراه غايه في الصعوبه وغايه في الاهميه لفريق النادي الاهلي، ينتظرها بشكل كبير جدا كل جمهور وعشاق النادي الاهلي. يمكن قلنا قبل كده نظرا لخروجه من البطوله الافريقيه بعض الغيابات والاصابات العديده والكبيره التي ضربت فريق النادي الاهلي خلال الفتره الماضيه، واخرها كمان يمكن بنفقد الجبهة اليمنى أحمد فتحي ومحمد هاني، بجانب كمان عدم قيد باسم علي، السولية، جاي، علي معلول، محمد نجيب، عدد كبير جدا من لعيبة النادي الأهلي بيخرج من هذه المباراة. لكن زي ما قلنا قبل كده وأكدنا الأهلي بمن حضر، الأهلي على قلب رجل واحد، مرحلة غاية في الصعوبة وغاية في الأهمية، لكن عندنا ثقة أكيد وبنأكد كل مرة وبنجدد الثقة في كل لاعبي النادي الأهلي على تجاوز هذه المرحلة. مباراة مهمة زي ما بنقول نظرا ل تعادل في المباراة الأولى وهو 2-2، وكمان زي ما قلنا الظروف المحيطة اللي مع فريق النادي الأهلي من إصابات وغيابات وإخفاق في البطولة الأفريقية، فيمكن عبء كبير جدا على لعيبة النادي الأهلي وعلى الجهاز الفني، لكن إن شاء الله بإذن الله تكون هذه المباراة من نصيب النادي الأهلي. أبدأ معاك يا كابتن ميدو بوصول وليد أزارو أحد نجوم فريق النادي الأهلي منذ لحظات إلى فندق الإقامة الخاص بفريق النادي الأهلي، يمكن طبعا كنا منتظرينه يصل صباحا لكن أكيد كان في تأخير طبعا في الطائرة القادمة من المغرب بعد انتهاء مباراته طبعا مع منتخب المغرب وليد أزارو، لكن بنأكد وبنطمن كل جمهور النادي الأهلي بالفعل يصل وليد أزارو إلى فندق الإقامة انضماما لفريق النادي الأهلي استعدادا لهذه المباراة. ممكن فرص لحاقه بالمباراة ما تكونش كبيرة جدا نظرا لوصوله متأخر، المباراة طبعا غدا يا كابتن عبد الحميد زي ما انت عارف، لكن اكيد وليد أزارو وجوده هيكون مهم جدا، ممكن يتم الدفع بيه في الشوط الثاني في الشوط الاول لسه حسب طبعا رؤيه مستر باتريس كارتيرون مع الكابتن محمد يوسف، لكن الامور يمكن بجانب طبعا حضور وليد أزارو ووصوله الامور ماشيه بشكل طيب بالنسبه لفريق النادي الاهلي. الاهلي اختتم استعداداته وتدريبه الاخير على ملعب الوصل الرئيسي ليستقبل مباراه النادي الاهلي والوصل الاماراتي في الساعه 7:30 هنا بتوقيت دبي، 5:30 بتوقيت القاهره. التدريب النهارده بشكل عام كابتن ميدو كان في بعض الجمل التكتيكيه، كمان كان في قوامل التشكيل اللي هيخوض بيه النادي الاهلي هذه المباراه، ويمكن زي ما استشفينا وقرينا يمكن من خلال رؤيتنا في تواجد ملعب نادي الوصل، شناوي في حراسه المرمى، سعد سمير وسليف في كولوبالي وايمن اشرف واكرم توفيق ناحيه اليمين، كريم نيدفيد وحسام عاشور واحمد حمودي ومحمد شريف ووليد سليمان ومروان محسن. حتى هذه اللحظه ده اللي احنا شفناه وقريناه من خلال رؤيتنا في تدريب اليوم اللي كان في بعض الجمل التكتيكيه الكثيره جدا، مستر باتريس كارتيرون كان ليه يمكن تنبيه وتحذير وتحميس واصرار وتحفيز كبير جدا للعيبه النادي الاهلي خلال محاضرته اليوم او محاضره امس، كمان بنتمنى يكون هذا التحفيز ولعيبه النادي الاهلي كمان بتتجمع مع بعض. كابتن حسام عاشور يمكن كان في مؤتمر صحفي طبعا زي ما انت عارف يا كابتن ميدو اليوم، بتسال ازاي هتقدر كابتن حسام تطلع لعيبه النادي الاهلي، انت لعيب بخبره، هل شايف ان اللعيبه الكبار عليهم حمل كبير في هذه المباراه او في هذه المرحله الصعبه اللي بيمر بيها النادي الاهلي؟ بخبره طبعا الكابتن حسام عاشور اكد انها مباراه غايه في الصعوبه ولعيبه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله تكون على قدر المسؤوليه، اكد ان لابد يكون في يعني اخفاق في البطولات، النادي الاهلي بالفعل مطالب ان هو يكون رقم واحد، مطالب بالفوز في كل البطولات في كل المباريات، لكن وارد اكيد في كره القدم ان تخفق في مباراه ان تخفق في بطوله، لكن الاهم هي العوده السريعه وتصحيح المسار وفرض شخصيه النادي الاهلي ان شاء الله خلال الفتره القادمه وتكون انطلاقا من هذه المباراه. عايز استرجع معاك كمان يا كابتن ميدو بالنسبه للمؤتمر الصحفي الخاص بفريق النادي الاهلي بحضور مستر باتريس والكابتن حسام عاشور، يمكن طبعا اجواء كانت اسئله لمستر باتريس وجهت طبعا اكثر من سؤال لمستر باتريس على هذه المرحله الصعبه، سال كمان على احمد حمدي وغيابه هل هي رؤيه فنيه، بجانب كمان ان احمد حمدي احد لاعبي فريق النادي الاهلي كان متواجد في منتخب الاولمبي، احمد فتحي لعب قد ايه، احمد حمدي عفوا لعب قد ايه بالنسبه في المباراه الاخيره او لعب قد ايه مع المنتخب الاولمبي. يمكن طبعا في بعض الصحفيين كمان الاماراتيين حاولوا ان هم يكلموا مستر باتريس على اهميه هذه المباراه، بيشوف ازاي اداء نادي الوصل واحرازه اهداف في مباراه النادي الاهلي الاولى امام الوصل الاماراتي اللي كانت في برج العرب، يمكن اكيد الناس قالت ان صعب ان يكون في احراز اهداف في النادي الاهلي في ارضه في وسط جمهوره، قال ده يمكن وارد في كره القدم، اشتغلنا بشكل كبير جدا، شهدنا اكثر من مباراه وصلت الى 10 مباريات
لفريق نادي الوصل الاماراتي للوقوف على نقاط القوه والضعف للمباراه الاخيره الحاسمه لفريق النادي الاهلي امام الوصل الاماراتي في اياب دور ال 16 من كاس زايد للانديه الابطال. اختتم النادي الاهلي تدريبه متوجه الى فندق الاقامه في طبعا وجبه عشاء سريعه، ومن بعدها محاضره فنيه اخيره للمستر باتريس كارتيرون، محاضره فيديو طبعا عقب انتهاء العشاء. المحاضره يمكن استمرت ل 45 دقيقه، كان فيها بعض مقاطع الفيديو طبعا لنادي الوصل الاماراتي. النهارده يمكن اتكلم على التكتيك، الوقفه، التمركز، التمركزات الخاطئه والتمركزات الصحيحه لخط الظهر وخط الهجوم. الحمد لله يمكن اكيد يعني زي ما بنقول الامور هنا ماشيه بشكل مطمئن. التركيز الكبير المهندس خالد الدرندلي رئيس بعثه النادي الاهلي عضو مجلس الاداره وامين الصندوق يمكن بيقوم بدور كبير جدا هنا طبعا لين توفير كافه الامور الخاصه بفريق النادي الاهلي، كالامور الانتقاليه، الامور الاداريه، الامور ايضا كمان الخاصة بفندق الإقامة. الحمد لله يمكن كل الأمور دي ماشية بشكل مطمئن، الأمور مترتبة بإذن الله، وبنتمنى يا كابتن ميدو إن شاء الله كل الأمور دي تصب في مصلحة النادي الأهلي. لاعبتنا إن شاء الله يكونوا على قدر المسؤولية، مباراة مهمة جدا 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 للجهاز الفني والنادي الأهلي. بنتمنى بإذن الله لعيبة النادي الأهلي مع الجهاز الفني يسعدوا ملايين الجماهير في القاهرة، وأيضا كمان العدد الكبير جدا هنا في دبي اللي يمكن بيتهافت على شراء التذاكر اللي انتهت بالفعل. ولو بكلمك كمان في نقطة التذاكر، يمكن 2500 مقعد لجمهور المصري والجالية المصرية ومشجعي النادي الأهلي، وأيضا يمكن الجانب الآخر طبعا تم نفاذ التذاكر بالكامل بالنسبة لنادي الوسط الإماراتي. في اهتمام كبير جدا بهذه المباراة، الناس بتبقى متواجدة في فندق الإقامة، بيحمسوا اللعيبة، بيحفزوا اللعيبة ببعض الكلمات، يمكن ممكن تكون في بعض الكلمات قاسيه شويه، لكن بخبره لعيبه النادي الاهلي بتستقبلها بشكل يمكن رحب جدا، وبتقول لهم ان شاء الله هنكون على قدر المسؤوليه باذن الله. اكيد بنتمنى لعيبه النادي الاهلي بالفعل تكون على قدر المسؤوليه ويسعدوا كل جمهور النادي الاهلي. واكيد يا كابتن ميدو من خلالك ومن خلال ملعب الاهلي كمان، يمكن غدا هيكون ملعب الاهلي باذن الله، هننقل لكم لحظه بلحظه على شاشه قناه النادي الاهلي كواليس واخبار النادي الاهلي في مباراه الاهلي والوصل الاماراتي. عوده ليك يا كابتن ميدو. ان شاء الله كريم باذن الله، يعني رجاله الاهلي ان شاء الله قدها ان شاء الله ان هم يفرحونا بكره ان شاء الله، ويعني يرجعوا الثقه بسرعه، يعني مش هنقول راحت، مش هنقول راحت. شكرا جدا زميلي كريم.